UNFM 91.2. علاش؟ على قضية جمركية بامتياز. اليوم عاملين وقفة احتجاجية قدام الإدارة الجهوية نتاعهم، نطالبوا باش في أقرب وقت باش يخرجوهم. صراحة ما عادش يعني ما فماش علاش، والبحث التو ما تسكرش وما فماش علاش زادة، ما فهمناش علاش. احنا تو قاعدين واقفين نستناو وهما داخلين في إضراب جوع وحالتهم يعلم يا ربي، واحنا نطالبوا باش في اقرب وقت يخرجوا وكاها، وما كلش ثم تصعيد، وحالتنا رانا تعبت، صغاري تعبين على الاخر، كل نهار نقول لهم بوكم باش يروح، ما على بالهمش ما يفهموش اصلا، صغار معناتها، ربي يفرج علينا وكاها من الاخر، عملنا كبير في النقابه، وان شاء الله حتى تكون عندهم زاد الاداره نتاعهم هذين ساغيه وحتى القضاء ينصفنا، والله رانا تعبنا. معناتها يعني بريسك عام كامل هو مشدود في حكايه الفوشيك، اللي هو اللي عنده اليد اللي سيق فيها معناها. معناتك يعني حاطينه هكا كتوده يكون معناتها في البلاصه هيكيه، ومن بعد صارت الفورماسيون كيفاش معناها انسان يحطوه في البلاصه هيكيه ملازم اعلى وكل شيء، ومن بعد يعملوا فورماسيون نورمال قبل ما يحطوه في البلاصه هيك تصير الفورماسيون هكا، ولا معناتها يحطونه بلاصه هيكيه معناها يعني هيك اكسبري معناتها. معناتها راجلي معروف انه معناتها من اخلاقه من كل شيء معناتها في كل بلاصه معناتها معروف، بنحب الطالبين معناتها اطلاق صراحه اطلاق صراحه، بعد القاضي اذا قال حاجه على راجلي دبر راسه. اما تويك عنده عام كامل هو القاضي معناها يحقق، ما قال عليه حتى شيء، معناتها ما قال عليه حتى شيء. تخيل عائله كامله متشرده، تويك ولدي، تخيل معناها ولدي معناها ولا مريض نفساني، ولدي ولا مريض معناتها راقد، ما عادش يحب حتى يقرا، ما عادش يحب يقرا، ولا ماذا بيا لا حتى القرايه ولدي ما عادش يحب يقرا. شوف حاله بنتي ارى كيفاه، ما يحب معناتها ما يحبوا يقراوا كامل يخرجبوهم. نطلب من القاضي ومن الحكومه باي طريقه باي اسلوب تعملوا مزيه، خرجوا لي راجلي، ما عادش فيا انا واحده من الناس، ما عادش فيا، ما عادش نجم نستحمل.